ينضم الينا من موسكو الباحث بالشان الروسي ديمتري بريجع. اهلا بك معنا سيد ديمتري. بالعوده الى تصريحات بوتين الذي يقول ان الانضمام الى روسيا او انضمام بعض المناطق الى روسيا تعزز بفضل الانتخابات المحليه، ماذا يقصد بوتين هناك؟ هل نحن امام فتره مقبله لانضمام اكثر مناطق اوكرانيه الى روسيا؟ تحياتي لكم الساده المشاهدين. اعتقد هو ليس موضوع انضمام مناطق جديده من اوكرانيا الى الاتحاد الروسي، بل هي ان هناك رغبه للمواطنين بالمشاركه في الحياه السياسيه. ان دائما الانتخابات تلعب دورا مهما، وتشكيل مجالس محليه هو ايضا مجالس محليه هي ضمن الاتحاد الروسي. لا ننسى بان هذه المناطق هي اصبحت وفق القانون الروسي روسيه، وايضا اصبح لها تمثيل في هنا في العاصمه الروسيه موسكو، زاباروجيا، خيرسون، دونيتسك ولوغانسك. هذه المناطق لها اصبح ممثلين في المجالس، وايضا تشكيل المجالس المحليه يلعب دورا مهما في ربط هذه المناطق بشكل اساسي في السياسه الداخليه الروسيه، لكون هناك الاحزاب السياسيه الروسيه التي فتحت مكاتب لها في زاباروجيا في المقاطعات الاربعه. وهذا الشيء يربط هذه المناطق سياسيا وجغرافيا بالداخل الروسي بالاتحاد الروسي بشكل كامل، ويسهل في إدارة الأمور في هذه المناطق من ناحية أن يعني هناك سوف تكون مشاركة سياسية أكثر لمواطني هذه المناطق ومع الأحزاب السياسية الروسية. كيف ينظر إلى هؤلاء السكان هذه المقاطعات الأربعة؟ كيف يتم التعامل معهم؟ على أي أساس؟ جنسية أوكرانية أم على أساس أنهم ينتمون إلى مناطق ضمتها روسيا؟ يعني هذه السياسة التي بدأت اتخذها الكرملين من عام 2014، عندما يعني هناك كانت معلومات بأن في مقاطعة روستوف ودنوب تم إعطاء عدد كبير من الجنسية الروسية لمواطني مقاطعة دونباس. هي كانت سياسة ممنهجة من الكرملين لتكون هذه المناطق ضمن الاتحاد الروسي. فالآن يعني بعد ضم هذه المناطق رسميا إلى الاتحاد الروسي، فطبعا مواطني هذه المناطق أصبحوا مواطني روس، لهم كل الإمكانيات كمواطنين روس، وينظر إليهم كمواطني المناطق الجدد. يعني حتى في إذا ما تحدثت عن الخدمات الحكومية، فينظر إليهم بأنهم روس جدد تم ضمهم إلى الاتحاد الروسي، ويعطى لهم كافة الخدمات وكافة الإمكانيات كأي مواطن روسي. ولكن طبعا هناك تسهيلات لهم، إذا تحدثنا عن دخولهم إلى الجامعات، إلى المدارس، إلى إيجاد العمل لهم، فالحكومة الروسية الكرملين يسهل الأمور لهم. نعم، شكرا جزيلا لك ديمتري بريجع، باحث بالشأن الروسي، كنت معنا من موسكو.